هل بعد كاس العالم وهج المونديال ممكن يصيبنا باي فايده؟ هو بص، المفترض ان انت يعني واحد من الحاجات الرئيسيه اللي تفيدك اما تكون موجود في المونديال ان انت مش مجرد انك لعبت 3 مباريات وتمشي. يعني في منتخبات كتير، واحنا يعني عارف حتى ناس كتير من الجماهير ما كانتش متفائله قوي بانك هتعدل الدور الثاني مثلا، هتلعب في دور 16 مباراه. فانت في كل الاحوال حتى لو اديت بشكل جيد ولعبت الـ3 مباريات دول فانت حطيت بصمه، زي مثلا ما بنذكر على سبيل المثال المغرب. المغرب خرجت بنقطه واحده. يعني 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 احنا خرجنا 0 وما نقطه، ما مش يعني مش خرجوا بـ4 نقط ولا بمكسب ولا حاجه، لكن شوف شكله الذاكره اللي هتبقى محفوره في ذهن كل مشجع عربي عن الاداء المنتخب المغربي بالزبط. في مبارياته الثلاثه. كل مباراه من مبارياته الثلاثه كان ممكن يكسب فيها. واخرهم مباراه اسبانيا اللي كان متقدم فيها 2-1 وكان لهم ضربه جزاء ويعني يعني يعني بكل المعايير تركت اثر كويس. هو كل ما كنا نصبوا اليه اننا نترك اثر كويس، وده ما حصلش. الشق الثاني من اهميه المشاركه في كاس العالم ان انت لما بتتواجد في وسط القوى الكبرى، تتواجد في وسط افضل 32 فريق في العالم، بعد كده هيبقوا 48 ربنا يستر، لان طبعا انا مش ضد الزياده دي تماما، انا شايف ان 32 دي هو العدد الانسب. انما للاسف لما هتزيد هتلاقي بقى مستويات اقل بكتير طبعًا بتخش طبعًا. رغم ان هو وانت 32 بتلاقي برضو فرقه زي بنما. يعني انا ما اعتقدش ان بنما دي هتوصل تاني. صحيح. هي بس قبل كده انك بتلاقي فرقه زي ايطاليا وهولندا بره. بالظبط، بتلاقي هولندا يعني ما شوف ما باش ظروف التصفيات بالظبط. فانا عايز اقول ايه برضو، ارجع تاني لان انت وجودك وسط الكبار دوت المفروض انه يديك حاجات كتير قوي. يديك ان انت لعبت بمنتهى البساطه مع 5 منتخبات عالميه، وانت في الوقت العادي وما بتوصلش كاس عالم ما كنتش هتقدر تلعب مع المنتخبات بالكلاس ده. مش تلعب مع بلجيكا وكولومبيا والبرتغال، يعني مش هتعرف تلعب الا وانت وصلت في وسطيهم. فهو هو زي ما هو انت عايز تستفيد منه، هو برضه عايز يستفيد باللعب معاك، لان هو معاه في مجموعته مثلا فريق شمال افريقي اخر زي ما حصل مع البرتغال مثلا او كده. يبدا يتعرف على المدارس. مكاسبك ان انت اما بتتحط في جو احترافي تستفيد منه. يعني انت كنا ماشيين على عشوائيه، اي كلام واي وقت تحط جداول ومش مشكله تاجل المباراه دي يومين. لما بتخش في التزام بتتعلم، تبقى انت مضطر ان انت عايز تجاري العالم اللي هو سابقك دوت واللي هو منتظم في مبارياته وفي جداوله وكلام من ده. لما كمان بتخش في اجواء بطوله محترفه زي كاس العالم، الاداريين واللاعبين والجمهور حتى بيعرف اجواء البطولات الكبيره دي اللي بتختلف مثلا عن انك انت بتلعب في الدوري المحلي. لا، ده في نظام في الدخول، في نظام في التذاكر وانت كنت هناك وشايف وعارف، في نظام في الاقامه في الفنادق، في نظام في التدريبات، في نظام في دخول الاعلام امتى، عوامل كتير جدا. لكن ارجع بقى اللي انت بتقوله، هل احنا هنستفيد ولا لا؟ المشكله اننا بسبب اتحاد الكوره وبسبب الاخطاء الكتيره اللي وقعنا فيها، مش في كاس العالم، لا، احنا من اول ما وصلنا لكاس العالم امام الكونغو يوم 8 اكتوبر 2017، مباراه شهيره جدا اللي فزنا فيها في الوقت البدل الضايع بجول صلاح من ضربه جزاء، وحتى كاس العالم ارتكبنا العديد من الأخطاء. صحيح. منها ما هو ما كانش متعمد، ومنها ما هو انت بقى عجيب. عايز تكسب اي حاجة. انا عايز ايه، انت عارف فاهم، انت اتحطيت في حتة عايز تخطف اي حاجة. كاس عالم بقى وبتاع وكله عايز ايه، فبدأت تقع في كم أخطاء كبيرة. فأرجع بقى أشوف له سؤالك الأولاني، انت دلوقتي خارج من كاس عالم وداخل على مسابقات محلية، المفروض واقعيا انت تستفيد كتير جدا. أكبر استفادة إن أنت مثلا ترجع الجماهير، أكبر استفادة إن أنت تنتظم في جداول المسابقات. قبل ما ننتظم في جداول المسابقات، رجوع الجماهير مدى تأثيره على تطور الكرة؟ الجماهير دي، بص أنت هقول لك على حاجة، المخرج في مباراة كأس العالم أكتر بطولة، ده من ظواهر المونديال، ده أكتر بطولة المخرج بيتلكك عايز ينقل على الجمهور. شوف، رغم ان من عوامل النقل اللي هو المحترف ان انت ما تطلعش بره الكوره كتير، صح؟ انت في الملعب ده انت ساعات مثلا احنا بنقعد يعني بيني وبينك نقعد ننتقد كتير قوي المخرجين بتوعنا، اللي هو فجاه
يكون الكرة في الملعب وهجمة عشان ده يجيب واحد صاحبه يطلع لي واحد صاحبه انما ده بيخرج يصدر لك متعة يجيب لك لقطة تتوقف امامها. بص جزء مهم جدا من المتعة انك بتتفرج على كرنفالات الجمهور، لا في التراس ولا في طب شفت انت شمروخ ضرب مثلا في كل المباريات ديت، مفيش لا وكمان بيجيب لك التفاعل الحي بالظبط انت بتشوف ايه اكتر جمال. لقطه فيها مشاهده على مستوى العالم رئيسة كرواتيا ايوه مثلا ده النهارده قلب السوشيال ميديا يعني اولا دي بترجم لك حقيقه الدعم الحقيقي بالزبط. اللي مش اللي هو يعني هي سيتي دي راح تدخل لهم اوضه اللبس ها وهاتك يا دعم ورأس ببساطة رئيسة الدولة بتقول لهم شدوا حيلكم وفي المدرج قاعدة زي يعني أي مشجع عادي ولابسة حتى الزي بتاع العلم الكرواتي حابة تدي الرسالة أنا رايحة كمشجعة مش رايحة بالصفة الرسمية بقدر ما أنا رايحة أقول للناس دول شرفونا بالظبط كده وكان له مردوده الايجابي هي مع انفانتينو مع انفانتينو طبعا المدير رئيس الاتحاد الدولي فانا بتكلم على ظاهره الجمهور الجميل بقى فيها ايه بقى ان انت لو شفت الفرحان هتتبسط ولو شفت اللي زعلان اللي خسران هتتبسط برضه يعني صحيح. بتشوف واحد مثلا بتشوف فتاه جميله واقفه بالحزن على عينيها او بتعيط شكل جميل لمشجع مثلا رايح داهن وشه ولابس ده الجمهور انت يمكن بتشوف الجمهور المدرج واللي المخرجين بيقطعوا عليهم في انفعالاتهم دي هي في المدرج يعني شوف انت مثلا في روسيا منطقه الفان زون اللي بره اللي معموله مثلا في كل مدينة فيها مباريات ففي موسكو شارع حوالي 2-3 كيلو بين الكريملين وبين الميدان الأحمر هذه المساحة كلها باتساعها ثقافة كل شعوب المونديال كل الدول بتعرض ثقافتها وأزياءها ورقصاتها أزياء وزراء بالظبط تراث شعبي التفاعل الثقافي يعني أنا بتهيألي أكتر كأس عالم صدر البهجة في الشوارع صحيح بالظبط ده ناهيك عن اسباب تانية لما نيجي نتكلم على كاس العالم بس هرجع برضو لنقطه شوف الجماهير انت لما تشوف الجماهير وتفاعل الجماهير وحيويه الجماهير تشوف حلاوه الكوره تكتشف ان احنا ما بنلعبش كوره احنا ما عندناش فين الكوره دي اللي بنلعبها في السر دي يعني فين الكوره اللي انت داخل جوه استاد مقفول بالمفتاح ده اللي احنا بنتكلم فيه احنا النهارده رحت كاس عالم شفت قيمة الكرة شوف مثلا شوف لاعب الأوروجواي في آخر فرنسا هو بيبكي الحزن حتى الحزن جميل ده اللي أنا عايز لكن عارف إيه اللي هيعمل الكونفليكت إن اتحاد الكرة عايز يبرق نفسه فهو عايز يستغل الدوري لأن هو ينسي الناس اللي حصل فانت ما بقتش بقى ايه انت شوف انت قلت في البدايه ايه نستفيد من كاس العالم تستفيد من ايه من المناظر الجميله من التنظيم الرائع من الملاعب الحلوه اللي المهندس عدلي قالها ثقافه البهجه ايوه احنا ليه من فعلا ما ناخدش بالنا ان الكوره والرياضه اي نشاط انساني معمول علشان الناس فعلا تعيش في سعاده مره واحده عشنا البهجه المشابهه لكاس العالم دي كانت في كاس الامم 2006 الجمهور اللي هو الطبيعي بالزبط. جاي من البيت حتى اللي ما بيفهمش في الكوره كان ده خلق جيل جديد قلب. من المشجعين بالظبط يعني انا يعني بنتي عمرها ما راحت ماتش كوره غير من 2006 راحت بالظبط وشعروا بان ايه الجمال ده وايه المهرجانيه دي وايه الخلق ده اللبس والتراث الشعبي اتقال ساعتها ان ده جمهور المولات الملاعب اجتذبت جمهور المولات فعلا ان الشباب بتاع المول اللي كان بيروح يقضي وقته في مول بقى بيروح الاستاد مظبوط هو ده بقى اكبر فوائد انت لازم تستفيد منها مش ان انت تحاول انك تنسي الناس يا سيدي الخراب اللي حصل في المونديال لو هدفك عشان تنسي الناس رجع جمهور والله موافقين مثلا موافقين جدا يعني لان ده مكسب لا يعادله مكسب أولا لازم تفهم بس ده برضه الجمهور عليه مسؤولية لأن ثقافة البهجة مش ما دي مسؤولية الجمهور يعني خلي بالك الجمهور هو اللي هيجي بالشكل الكرنفالي الجمهور هو اللي هيجي يحتفل
احنا على طول مكتئبين بسبب الكوره يا استاذ طارق. يعني احنا قبل الموسم تلاقينا شايلين الهم اللي مش متحسبه اللي يحصل كذا وكذا، احنا ساعه الهزيمه شايلين الهم من المعايره ومن المكايده، ساعه الفوز نفس الشيء، حد بيعايرك انت بقى بانك انت فوزك مش حلال وفوزك، يعني تفننا في ان نفقد كره القدم متعتها ونحولها الى ظهر الصراع. صراعات بالظبط، صراعات مختلفة. لكن أنا بتكلم إيه برضو زي ما بقولك، إحنا كنا زمان مع فارق الزمن كان عندنا التراث اللي هو الجماهيري ده اللي موجود. أنت بتشوف أفلام أبيض وأسود زمان ممكن تلاقي أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وفريد شوقي كانوا في المدرجات، كان الشكل الجميل اللي هو واحد داخل فنان كبير وشخصية جميلة واقف ويشجع. يعني ازاي كنا بنخش اهلي وزمالك قاعدين جنب بعض بالظبط؟ يعني دي تتخيل النهارده؟ انا شخصيا ما حضرتش الجيل القديم قوي ده، انا فاكر كان ما فيش اهلي هنا وزمالك هنا، كان لا لا لا. في المقصوره الاماميه دي كان كلنا مع بعض اصحابنا. اه اتفرج اهو شوارب بدا يطلع معانا، شوف شوف الصور دي، لان دي اما تتفرج على الصور ابيض واسود دي هتيجي لقطه دلوقتي لفريد شوقي وصلاح ذو الفقار. ايوه صلاح ذو الفقار زملكاوي وفريد شوقي اهلاوي وبيضحكوا ومبسوطين، في حد في منهم دخل فيه جول لكن التاني بيضحك وما بيعايرش اللي جنبه. مظبوط مظبوط، اجواء من البهجه. يعني زي ما انت بتقول يا كابتن عادل وزي ما انت بتقول يا استاذ ابراهيم، لو احنا كان ما كسبنا من كاس العالم ان نرجع الصوره المضيئه الجميله اللي احنا شفناها في المونديال دي، ده يبقى في حد ذاته مكسب كبير. الناس فاكره ان الجمهور يعني عنصر كده، ايه في عندك لعيبه وحكم واداريين ومدير فني وبتاع وبالمره الجمهور وبالمره، لا ده يعني انا سعدت قوي بشعار كانوا بعض المشجعين اللي حابين ان هم يرجعوا للكوره، قالوا لك الكوره للجمهور. هي الكوره اصلا مش اللي بيشتغلوا في الكوره، يعني كام لعيب 500 وشويه في الدوري كله وعليهم مثلا ال 18 مدير فني والاجهزه كلهم يطلعوا 100 واحد، هتلاقي كل الحكايه 700 واحد. يعني انت بتلعب فريد شوقي اهو، اه يا سلام، مش عارف هدى سلطان ولا مين اللي معاه. انت تخيل هذه، الله ودي صلاح ذو الفقار، لا صلاح ذو الفقار ده محمد لطيف ولا مين؟ لا ده حد ده ابراهيم لطيف صلاح، وبيضحك برضه يعني يعني في حد فيهم خسران في اللحظه دي. ايوه لا الناس كلها مبسوطه وجميله اهو بيشاور لك. شوف شوف الابيض واسود من كام سنه هو اللي شوف سلوكنا كان عامل ازاي. شوف من كام سنه كان سلوكنا احنا عامل ازاي، شوف السلوك والجميل والناس الجميله وقاعدين. طب انت ليه ما بتشوفش دلوقتي كده؟ انت بتشوف طيب يعني دلوقتي النهارده تحديدا النهارده انباء على انه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه مع وزير التعليم العالي بقى في كلام جاد ازاي نقدر نصيغ عوده الجمهور حتى لو من خلال طلبه الجامعات، وليكن البدايه بطلبه الجامعات، واتقال ان دي فرصه انه يتعمل الفان اي دي بطاقه دخول الجماهير لطلبه الجامعات، انه يبقى اداره الجامعات هي اللي بتسجل الاسماء ويبقى دول معروف هويه الناس، يعني هويتهم معروفه من خلال ادارات الجامعه، ويبقى دي خطوه اولى. هل ده ممكن؟ بص انا مش مع اي حاجه تطلع كده يقول لك النادي يعمل كارنيهات ولا الفان اي دي، انا مش مع كل ليه؟ انت كنت هتحكم. طب انت الجمهور الجميل بتاع كاس العالم ده انت شايف معاه اي ديات ولا ما هو جمهور داخل حتى اللي ناوي يعمل منه سلوك؟ بس كل ده متسجل مستحيل. لا بس كل جمهور المونديال متسجل، تمام، كل تيكت طلع صاحبه تسجل، تمام يعني تمام. يعني مبدئيا لكن قصدي اقول لك ايه، ان انت المشجع ده اللي هو اسمه تسجل ما انتش عامل له في السجل المدني فحصه، لا انت ده مشجع، انما هو ايه انت جايبها من ناحيه ثانيه ازاي؟ انا الجمهور اللي داخل ده ايه اللي ممكن يعمله؟ ممكن يشجع، ممكن يديني صوره مضيئه جميله جدا، وممكن قله تعمل حاجه غلط، بس الجرجر معاه الكسره. القله دي انا ازاي اوقفها قبل ما تخش؟ ده ناحيه كويس. الناحيه الثانيه لو حد سولت له نفسه ان هو دخل وعدى الحواجز دي وعدى الاجراءات الامنيه ودخل ووصل لجوه هقدر اجيبك. ايوه وبعدين نمره ثلاثه القانون القانون القانون، ادي الثلاث حاجات. انا بقى يعني قبل ما انت، انا طبعا انا متفائل جدا بالدكتور اشرف صبحي. أيوة. لانه راجل اكاديمي جدا
والحقيقه انا كنت اتكلمت معاه كتير من فترات طويله في على حكايه الجماهير، وهو لما كان حتى ماسك الاستاد مدير هيئه الاستاد القاهره، انا كنت شايف ان هو بيعمل كل شيء عشان يخلي صوره الاستاد حضاريه بوجود الجمهور. دي الحاجه اللي انا يعني عندي ثقه في 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 الدكتور اشرف صبحي. حتى هو بكره عنده مؤتمر صحفي كبير ودع فيه كل اشرف صبحي في فرصه يجي معانا نقاد الرياضيين كلهم مدعوين بكره لمؤتمر صحفي كتير، وده كويس ان هو عايز يطلع كل الخطط المستقبليه للاعلام عشان يبقى واضح كده الامور ايه. ارجع تاني لحكايه الجمهور، انت ما تقوليش انا هعمل بطاقات وبعدين ما تعرفش تعمل بطاقات فما يخشش الجمهور برضو، لا احنا خلينا بوضوح وصراحه. شوف يعني حاجات كده جميله من الجماهير بتشوفها، من يعني حتى هذا الشخص الجميل، مش ده بتاع الماتش كله؟ يعني كانت ظاهره والفيفا حتى نشر عنها. انت ازاي توصل الى جمهور بدون مشاكل؟ مش ان انا اعمل له اي دي قد ما انا اعمل اجراءات الامنيه في التفتيش. شوف يا استاذ طارق، في مبادرات خلاص الالتراس بيحل نفسه، الجرين كل الروابط حلت، يعني لهم طقوس حرق العلم يعني خلاص احنا بالنسبه لنا. اذا يعني احنا ايذاء جمهور طبيعي دلوقتي، تمام، ولو ان الالترس كان ليهم جوانب مضيئه كان ينبغي ان هم يركزوا عليها، العبقريه في التعبير عن التشجيع، اللوحات الجميله، اللوحات الجميله، الابداعات دي، ولكن خلاص المساله تم تشويهها ببعض السلوكيات اللي ادت الى ضرر. فغالبا مش هنشوف شماريخ، غالبا مش هنشوف الا اذا بقى، ودي اللي انا شايل همها، الاساءات، لان اصبح في ثقافتنا دلوقتي ازاي نكيد بعض الغلط، وعشان نكيد بعض لازم مين يشتم اكتر من التاني، ومين يلقح اكتر من التاني، ومين يشوه التاني شوه مكسبه ويتناوز على خسارته. هو دي اللي انا خايف منها يعني، انما غير كده انا شايف ان الجمهور يرجع، واصبحت المسؤوليه عند الجمهور بقى. بالظبط، انا بقى شايف ان الموضوع يتلخص في ثلاث خطوات مفيش غيرهم، مستحيل هتحصل حاجه وهنتحول الى الجمهور اللي ممكن انه يعمل كل حاجه سلبيه، هيتحول الى جمهور ايجابي جدا زي ما عملت انجلترا. انجلترا لغايه سنه 85 استاد هيسل الهوليجنز الهوليجنز دول والاحداث ديت، اصبح دلوقتي في ملاعب انجلترا كلها بينك وبين الملعب مفيش سور، يعني اي المشجع اللي في الصف الاول ده ممكن يمسك محمد صلاح كده وهو بيلعب مع ليفربول، ولا يمسك اي لعيب من مانشستر من فرط الامان. يعني من فرط الامان، شوف يعني ان انت بينك وبين الملعب خطوه، ورغم ذلك مفيش خروج عن النص. ليه؟ ثلاث حاجات. واحد، الاجراءات اللي قالت عليها النيابه في التامين على دخول الاستاد، يبقى انا ضامن ان انا لو واحد داخل بحاجه هيعمل بيها مشكله، ولا داخل باي اله معدنيه هيعمل بيها مشكله، ولا داخل باي شماريخ ولا كلام من ده، يبقى انا امنت من بره. اتنين، التامين الداخلي، ان ممكن انا زي ما انت بتقول بقى، دي بقى خاصه بالمجموعات اللي هي بتكيد بعضها، اللي عايز يشتم وده يرد عليه بالشتيمه، فده يهيج على دوت، يبتدي يحصل مشاكل تانية من جوه. انا اللي هيغلط هروح مطلعه من وسط الف، يعني هو قاعد كده في وسطهم هطلعه. ثلاثة، اللي انا قلتها، القانون، انا اللي مسكته ده انت محروم من دخول الملاعب بقى، عليك حبس، عليك 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 عليك، القانون ينفذ. تجيب لاب ولا ام بيقولك ايه، معلش ده الواد لسه شاب وسامحوه، معلش المره دي خلاص انتهى، سامحنا كتير وفوتنا كتير، يبقى احنا القانون ياخد مجرى. تاكد ان الثلاث حاجات دول لو اتنفذوا انت تقدر من الاسبوع الاول يكون عندك اي عدد من الجماهير، وتاكد مره تانية ان مش هيحصل اي شيء. طيب دلوقتي في حاجه تانية، الجمهور بيخش بيدغدغ الكراسي، مش بيدغدغها حتى هو عنيف، ده بيدغدغها ويتعامل معاها بسلوكيات مش مفهومه، ماشي، ان يقف على الكرسي يتنطط مثلا، ماشي، وانت مش هتبقى شايفه، مش شايفه. بص يا دكتور، هنا ياتي الدور اللي بيقول عليه استاذ ابراهيم بقى، ايوه، ان انا بعت التذكره دي لفلان الفلاني على الكرسي رقم كذا، بس والله قاعد عليه ما عادش عليه، اصبح مسؤول عنه. هو انا المشجع مزبوط. المشجع اللي ياخد اللي حجز تذكره، سواء حجزها عن طريق السيستم بتاع النادي او حجزها من الشباك، في الحالتين اخذ تذكره عليها رقم،
هذا الرقم موجود على الكرسي اللي هيقعد عليه. فأنا ثابت عندي إنه التذكرة اللي رقمها 156 خدها الدكتور طارق الأدور اللي بياناته متسجلة في السيستم. الكاميرات اللي موجودة في كل الاستاد اللي لازم تتفعل ضمن اشتراطات النيابة اللي أنت أشرت عليها. أنا لما هيجي في جزء من معين من الكراسي اللي اتكسرت، طب ما هي متصورة ببساطة شديدة. مش هجيبه؟ أسهل حاجة إن أنا هجيبه. طيب. هو مين؟ بياناته عندي. طيب، هو ليه أنت لو جبته هيرجع تاني ويكسرها تاني؟ عشان انت بتتساهل في العقاب. لانك بالظبط ما عاقبتش. طيب انت خدته، انت هنا وبعدين قاعده والدته تعيط شويه ووالده تعيط شويه، رحت مرجعه. زائد الفكر الجمعي ان اصحابه يضغطوا يعني. ايوه بالظبط. بس خلاص انت كده شخصيه العقوبه بقى. الشخص اللي ارتكب الخطا هو اللي اتعاقب بشكل مباشر بعد ثلاث احداث بالعدد. يعني ممكن واقعه كسر كرسي، هي مش واقعه كبيره، يدفع ثمنه، يدفع ثمنه وهيتحمل ثمنه وهيتحبس يومين. بعد شويه واحد ضرب واحد عوره، اخد عقوبه كذا، مش هيحضر المباريات لمده كذا، وهياخد حبس. بعد ثلاث وقائع بس اضمن ان مش هيحصل اي شيء تاني. بس يتنفذ اللي احنا بنقول عليه ده؟ ما احنا قاعدين نلف حوالين ايه؟ ما هو انت هو ما ليه ما بتنفذش؟ ليه ما فيش جمهور؟ يعني انت خلي بالك في كل الماتشات اللي دخلها الجمهور لمنتخب مصر مثلا حصلش اي حاجه، ما حصلش مشاكل اي حاجه. الاهلي والزمالك في المباراه الحساسه اللي ده برضه ما حصلش حاجه. في شويه تجاوز وقله. خلي بالك بين الاهلي والزمالك من اقل المباريات الجماهيريه حساسيه. يعني تخيل بقى ان انت كان مثلا في بعض مباريات مع المصري والاسماعيلي والزمالك التوتر اكتر من الاهلي، اكتر من الاهلي والزمالك. يعني طول عمرنا بنشوف الاهلي والزمالك اقصاها يعني كان يعني لما يبقى في قوي كتاف شويه جمهور يشتبك مع بعض بره، يعني حاجات كده ما فيش فيها مشاكل، لا اصابات ولا 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 لا قدر الله وفيات ولا كلام من ده، حاجات كلها بسيطه. فما كان مباريات كتيرة أهلي وزمالك تطلع يا دوب أحداث يعني إيه اللي هي الجمهور الزعلان مع الجمهور الفرحان وخلاص. لكن أنا بتكلم على إن مش مباريات الأهلي والزمالك اللي كان فيها. طب من الناحية الفنية بقى، من الناحية الفنية تأثير حضور الجماهير على الجانب الفني للكرة المصرية، إحنا هل هو فعلا مؤثر؟ جدا. كابتن عادلي، احنا خلقنا جيل، اللقطه دي اللي خلقها الجمهور. خلقنا جيل من اللاعبين من اول ما وقع على الكوره ان هو بيلعب فريق اول بيلعب في صمت القبور. بيلعب كده والدنيا فاضيه حواليه. لو جيت انت اللعيب ده حطيته فجاه وسط جمهور، بدل ما الجمهور يزوده حماسه هيوتره، هيبقى فيه هو متوتر. فاحنا خلقنا جيل، الجيل ده شفنا كده في كذا مباراه حتى للمنتخب، اما زي ما تكون لعيبه المنتخب دي بستاء طبعا المحترفين بره اللي هم خدوا على الاجواء الجماهيريه، لعيبه المنتخب مش قادره تتفاعل مع ان هو في جمهور كبير، في جمهور 50 40 50 الف مش قادرين يتفاعلوا مع الجماهير ديت، لان هو مش واخد على اللعب. غير مثلا اجيال شكل استاد القاهره ده، شوف الجمال بتاع الشكل ده، استاد برج العرب، استاد القاهره، الشكل اللي هو تحس كده ان المدرج كله ما فيهوش ثغره فاضيه. الشكل ده اللي احنا كنا بنتفرجوا زمان على استاد القاهره، حتى في المباراه الكبيره اهلي وزمالك تشوف جمهور الاهلي في ناحيه وجمهور الزمالك في ناحيه، تشوف جمهور الاهلي في ناحيه وجمهور الاسماعيلي في ناحيه. يعني الحاجات الجميله اللي هي كانت بتظهر للناس ديت، احنا عايزين عشان ترجعها اللعيب يتعود تاني انه بيلعب في الاجواء دي. احنا خلاص انت من سنه كام؟ مش من 2011 او الواقعه بتاعت بورسعيد 2012؟ يعني نعتبر كده بقى لنا ست سنين وشويه، ست سنين ونص تقريبا. معنى كده ان اللعيب اللي هو كان عنده 20 سنه لسه طالع كده بقى عنده 26 27 سنه وهو ما لعبش قدام جمهور من اول ما طلع للفريق. ده مش لعيبه بس يا دكتور، والحكام كمان. ده انت عندك مشكلة. انت عندك جيل من الحكام طلعوا بيلعبوا بدون جمهور، بدون ضغوط. فبتاخده يشارك في بطولات ومباريات بره. ايوه بالظبط. فبيفاجئ بصخب ما اعتادهوش. شوف يعني من اول ما فتحتوا موضوع الجمهور انا شايف ان لو احنا بس وصلنا لاننا صيغه لتواجد الجماهير بدايه من اول مباراه في الدوري، شايف ان استنيت كتير. وللاسف ان اللي انت انتظرته ده ما عملش اجراءات ايجابيه.
هل مثلا كل الملاعب اتعمل فيها اجراءات امنيه في التفتيش على الابواب؟ اتعملت الابواب الواسعه اللي هي تضمن عدم التكدس في الخروج والدخول؟ هل اتعملت الكاميرات الداخليه اللي هي لمراقبه الجمهور عشان لو حد عمل حاجه اخطفه من وسط ألف واحد وابتدي اعاقبه؟ كل الكلام ده اتعمل في اماكن محدوده جدا. شرط السلامه بتاع المدرجات بالظبط، عندنا كم ملعب ينطبق عليه هذا الكلام برضو مش عارفين. وان كان في رايي ان مش كل شروط النيابه ها تتسق مع اشتراطات الفيفا، اجراءات الفيفا. يعني مثلا اجراءات الفصل بين الدرجات المختلفه باسلاك شائكه ده ضد الفيفا خالص. مظبوط مظبوط. ان الما ان الـ ان الـ الابواب تفتح الى الداخل ده ضد الفيفا. الفيفا يقول لك ايه؟ نزل لو حصل مشكله انزل الملعب. نزل الملعب. مش ممنوع تنزل الملعب. انزل انزل الملعب لانه ده المكان الوحيد الامن. الواقعه الارهابيه اللي حصلت داخل الملعب كانت في مباراه المانيا الوديه اللي حصلت من حوالي سنتين ونص كده. بتفتح الابواب لبره. الجمهور نزل نط في الملعب، بقى في الملعب. هو بيعتبر يعني ان ده المستطيل الاخضر المكان الاوسع الامن. بس نزل الجمهور ليه؟ نزل الجمهور. يعني اقصد اقول الباب بدل ما يتفتح لجوه؟ لا ده بيتفتح لبره، لبره ناحيه بالزبط. الملعب. بالظبط. فاحنا نقدر نتوقف امام النواحي الفنيه دي بمساعده شروط الاتحاد الدولي مع اجراءات السلامه التي اشترطتها النيابه من كاميرات، من طريقه التفتيش، مع عدم دخول مواد صلبه وازاز ميه او مش عارف ايه، كل ده يجب ان نؤمنه. ايوه، ما هو احنا فات ست سنين ونص، ايه اللي انت عملته وعملته في كام ملعب؟ ما تقوليش بقى برج العرب واستاد القاهره بس، انا مش هلعب دوري. هي دي هي دي الاراده. يعني انت لو فيه الاراده لعوده الجمهور، اول حاجه التفتيش على الابواب لازم يكون دقيق ومحترم وامين 100%، بحيث ان مفيش مشجع يدخل مخالف قبل جهات، معلش، ومفيش مشجع يعترض، ومفيش مشجع يعترض اجراءات التفتيش، لانه دي اجراءات لسلامته هو. مظبوط. كاميرات المراقبه لازم تكون متفعله 100%. هي الكاميرات دي، شوف ادي ده مثلا استاد القاهره. بالظبط. استاد القاهره ده مثلا هو اصبح ليه عامل زي ابو الهول، الناس بتتفرج عليه بس. لا يستخدم. لا يستخدم. بس خد بالك، انت عارف استاد القاهره ده لما جت مباريات كاس الامم الافريقيه 2006، ولازم لما تبقى بطوله قاريه حتى الفيفا بيجي يشوف تامين الملاعب وكده، كان لهم ملحوظات كتير على استاد القاهره، منها مثلا عارف التانلز دي الكتيره اللي هي الانفاق اللي هي بتطلع الجمهور دي، قال لك الانفاق دي ضيقه ممكن تحصل فيها مشاكل. قال لك الابواب، يعني عجبهم مثلا من ضمن ما عجب اعضاء الفيفا مجلس الامن الامان والسلامه ده بتاع الفيفا، استاد المقاولين العرب، قال لك من افضل الاستادات اللي ممكن يكون مليان، اللي هو بيتسع مثلا لقرابه ال 40,000 ويتفضي بسرعه، ممكن خلال 10 دقائق ما يبقاش فيه ولا واحد، لان المخارج كلها واسعه جدا. وعلى طرقات واسعه، يعني الاستاد المقاولين ناحيه اللي ورا على الملاعب، والناحيه اللي قدام على الشارع، الاوتوستراد على الشارع. هتخرج على اماكن واسعه مفيش اختناق فيها اكتر من استاد القاهره، تخيل. فاحنا امتى انت هتعمل المنظومه ديت تمشي على اجراءات الفيفا، ما عدا زي ما بتقول هو الاجراء الوحيد اللي هو ضد اجراءات الفيفا اللي هو الاسوار. ممنوع في الفيفا الاسوار، اسوار دي للسجن، يقول لك ده سجن، لكن اسوار في ملعب كوره الجمهور بيختلط فيه مع اللعيبه، مع الاداريين، مع ده هو يعني الباحات دي او الساحات دي اللي بره الاستاد بتستخدم ولا تحطوا فيها الشاشات والناس تقف تتفرج وسامعه سامعه صوت اللعبة كانها قاعده في المدرج. بالظبط، سامعه صوت الجمهور اللي من جوه وهو بيتفرج على شاشه كبيره وبيستمتعوا. لا، اصل الفرجه الجماعيه دي ليها، خلي بالك، من ضمن الحاجات اللي اضافتها كاس العالم الحاليه هي المشاهده الجماعيه. ان انت قاعد في بيتك بتتفرج على تلفزيونك انت لوحدك كده وخلاص، غير اجواء ان انت بتتفرج في المدرج مع الجمهور. طب افرض انا المدرجات مثلا زي مباريات منتخب مصر، انا عايز 50,000 بس، فدخلوا ال 50,000 وانا عندي ملايين. طب ما انا ممكن في الساحات الكبيره تتعمل شاشات والجمهور بالزبط. يبقى قاعد بيعيش نفس الاجواء ونفس حواليك ودنيا. بالظبط. كرنفالات برضو، يعني الحقيقه كانت دي معموله في حتت كتير هنا عندنا داخل مصر خلال مباراه المنتخب مصر في كاس العالم، كانت بتتعمل في المصايف وفي الاماكن الواسعه بتتعمل شاشات ومعموله اعادات وكافيهات. هو كاس العالم ده لما تروح كنت تتفرج في الساحل ولا بتاع،
ما فيش قريه مش عامله شاشه والناس واعداد جميله وفيها فرجه جماعيه والجمهور برضو بيجي باللابس البرنيطه بتاعت علب مصر لابس الزي يعني حاجات اجواء كرنفاليه جميله احنا المفروض نستفيد منها. لكن انا شايف ان انت عشان تستفيد منها نفذ واحد اتنين تلاته نفذ. طيب خلاص ده شق الجمهور. اعلن جدول الدوري وده اول دوري يعلن بعد ما رحنا كاس العالم واتحط جدول بدون مواعيد يعني برضو دي من الحاجات المصريات نقعد شهر كده المصريات حط الجدول لغايه لما نتفق على يعني السحب الورقه بس ما اتحطتش تواريخ ما هي دي ايه برضو ان عايز اقول لك ايه للاسف كنت انا في مره في احد البرامج الكلام دوت احنا بنتكلم دلوقتي في شهر 7 انا قلت الكلام ده في شهر 11 اللي فات درست انا مانيش اتحاد كوره ولا انا بتاع لجنه مسابقات ولا بتاع كده بس انا ايه اول ما اتعمل تعديل الكاف الاتحاد الافريقي لكره القدم بالنسبه لبطولات الانديه اصبحت البطولات بتقام في السيزون الطبيعي اللي هو أيوة. تبدا في اغسطس وتنتهي في مايو دي من احسن الحاجات على فكره نظريا لما نقول احنا نظريا كده نقول يا سلام ده حاجه جميله جدا انا اللعيب هيبتدي شهر 8 يخلص شهر 5 واللعيبه تاخد فتره الراحه الطبيعيه الكلام ده حلو قوي اما احنا ندرسه على الورق كده لكن اما تحط الامر ده على ارض الواقع هتقول ايه انا لما بطولات افريقيا بتتعمل في فتره الصيف يعني انت كان عندك بتلعب دور التمهيدي ودور ال 32 ودور ال 16 في النظام القديم دلوقتي بتعمل دور التمهيدي ودور ال 32 قبل دوري المجموعات بتعمله في شهر ايه مارس وابريل وتبدا من شهر مايو تلعب ايه دوري المجموعات فبتلعب في مايو وبعدين بتتعمل لك مباريات في شهر 6 وبعدين بتتعمل مباراه في اول 7 وبعدين يديك فتره راحه حوالي 6 اسابيع وبعدين يبتدي يستأنف تاني في 8 9 يكون خلص المجموعات يلعب تلعب بقى دور الثمانية دلوقتي عشان بعد النظام الجديد بقى دوري المجموعات من دور ال 16 من 16 فريق فبقى ايه بتلعب دور الثمانية وبعدين دور قبل النهائي والنهائي عشان تخلص النهائي في شهر نوفمبر. طب انت في النظام ده كان في عدد كبير من المباريات بيقام في الديت سيزون عندك فبياخد جزء من جهد اللعيبه في الفتره دي. صحيح. احنا حابين ان نعمل النظام الجديد ده نظام ان كله من اغسطس لكن في المقابل بقى تعالى ادرسها بقى صح هتلاقي ان 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 الفرقه اللي بتلعب في دور التمهيدي لغايه ما تلعب نهائي دوري الابطال مثلا هتلعب بالظبط 16 مباراه 2 في تمهيدي 2 في دور ال 16 6 في المجموعات 2 في دور الثمانيه 2 في الدور قبل النهائي ومباراتين في النهائي يطلعوا 16 مباراه بالظبط هتلعب ال 16 مباراه دول في وسط السيزون في وسط الفترة اللي انت بتلعب فيها 34 مباراة في الدوري بحكم ان الدوري عندنا 18 نادي دلوقتي عندك على الاقل بالنسبة للفرق القمة 5 مباريات في الكاس باعتبار ان الفرق المقدمة او اللي هي فرق الدوري الممتاز بتلعب من دور ال 32 عندهم 5 مباريات لغاية النهائي ادي وسوبر يبقى كده 40 مباراة محلية لما تضيف ليها ال 16 مباراة بتوع افريقيا وتضيف ليها اي ارتباطات تانية للأندية سواء ارتباطات في مناسبات او كده 3 4 مباريات وتضيف ليها ارتباطات المنتخب يطلع اللعيب هيلعب 70 مباراة إلى 75 مباراة في الفترة من أغسطس إلى فترة يونيو لما اتعمل النظام ده في المسابقة الجاية ديت هتتعمل مسابقة مختصرة لأن احنا عندنا السيزون بتاعنا بتاع دلوقتي بتاع أفريقيا إن شاء الله ربنا يسهل ويكرم الأهلي ويكمل في هذه المسابقة لو كمل ولعب لغاية شهر نوفمبر ديسمبر بعدها بأيام على طول هيبدأ البطولة الجديدة اللي هي هتبقى بطولة انتقالية هتتلعب من ديسمبر لغاية مايو طب هتلعب ازاي مباريات البطولة الحالية دي لو ان شاء الله النادي الاهلي كمل فيها شوف هيلعب هو لاعب في دوري المجموعات مباراتين فقط للسالو 4 و6 في الادوار اللي هي النوك اوت يبقى 10 مباريات وعليهم مباريات الدوري وعليهم مباريات الموسم الجديد في دوري ابطال افريقيا وعليهم الكاس وعليهم ماتشات المنتخب في تصفيات كاس الامم 2019 اجمع كل ده هتلاقي اللعيب هيلعب له 70 75 مباراه هم لسه فاكرين اتحاد الكوره انه يفكروا في الحكايه ديت اللي انا كنت بقولها في البرامج من شهر 12 اللي فات من 8 طب شهور طب انت كنت شايف الحل ايه؟ طب ما هو ده امر واقع خلاص واه هتتعب موسم بس بعد كده هترتاح
مش هترتاح قوي برضو. ما انت لازم تعود اللعيبه بتاعتك. ليه بقى مش هترتاح قوي؟ لانك انت هتلعب برضو العدد اللي انا ذكرته ده من المباراه، المره دي اكتر شويه. ممكن يا دكتور طارق يقتضي الامر انك تعدل مسابقتك. انت ليه بتلعب 18 فريق؟ ما تلعب 16 فريق. ما ده اللي بنقوله بقى. الله. انت يعني عشان انت تخطط صح. ايه التشبث بالزياده؟ يعني انت اول مستوى هيرتفع جدا. تمام صح. خلاص؟ سنين عندك وقت بقى للكلام ده. نروح بعيد ليه؟ مش احنا في موسم 2004 2005 2005 2006 2006 2007 كنا 14 فريق، 13 رايح و13 جاي، 26 مباراه. ما يزيدش عن كده. اما بتوفر 8 مباريات في الدوري، عارف 8 مباريات في الدوري دول عايزين لهم كام؟ عايزين لهم شهر ونص بجدول مضغوط كمان. يعني هو لو اعلن من دلوقتي هبوط 4 وصعود 3، ايه المشكله؟ لا ما في انتخابات بقى وفي شغلانات يا خاصة ان هو عايز يعمل الممتاز به. انت دلوقتي يعني انت دلوقتي راجع من كاس العالم بتفكر ان تستفيد من الاخطاء. ما حدش بيقول لازم تمشوا، بس لازم تغيروا فكركم. أيوة. والا لو حطيت نفس المعطيات هتحصل نفس النتائج. مظبوط كلامك مظبوط. اذا انت عندك انت ليه من ضمن المقترحات اللي انا شخصيا قدمتها الكلام دوت من 8 9 شهور في مقالات كتير كتبتها عن الظاهره دي وعلى الحته دي قبل ما نزنق فيها، ان انت قلل فرق الدوري. طب انت ما قلتهاش ليه؟ لا ده هيزعل وده هيزعل. ما انا لما انت بتقولها من دلوقتي ما حدش هيزعل. ما انت بتقولها، ما انت هتقولها. ما احنا قلناها ايام ما كانوا احنا كنا كام. اما انت ما تجيش في وسط الموسم. لا مش في وسط الموسم. احنا كنا كل افضل من افضل الدوريات اللي اتعملت. اما كنا 14 فريق. هو ليه؟ ده كان عندك ستة وكان في افضل مستوى كل مجال. رايك في فرقه كانت هتنزل يا دكتور؟ انت ايه رايك ان انت خدت كاس الامم بال 14 فريق لما كنت 14 فريق؟ طبعا. انت مش ما اكتفتش بس ان انت تزود ل 18، انت عندك مشاركات خارجيه، ودي اللي هتزود الاجنده مشاكل. بالظبط. وعامل حسين لما طلع قال لك شوفوا حل الناس، يتكمل في افريقيا يا الدوري. هو انت عايز بطوله عربيه كمان. هو اتحرج انه يتكلم على البطوله العربيه. هو اتحرج يتكلم على البطوله العربيه، فصدر لنا البطوله الافريقيه. طب انت متخيل انه البطوله العربيه بالاغراءات اللي اتعرضت بيها الماليه بس، لكن والعدد افريقيا دي اساس. اوكي انت اللي هتوصلك بطوله كده. لا تصحيح ماشي. ما انت فرضت على الاجنده المحليه بطوله عربيه باغراءات ماليه كبيره جدا بعدد كبير من المشاركين. انت مش بس البطل، ده 4 أندية أو 5 أندية مصرية تشارك. بالإضافة للمشاركة الأفريقية في البطولتين مع المنتخب. مع المنتخب اللي خلي بالك إن أنت عندك في المنتخب بس أنت لعبت مباراة واحدة من 6 مباريات في المجموعة، عندك 5 مباريات لمنتخب مصر. وفي نهاية السيزون اللي جاي ده هيكون كأس الأمم، أول مرة هتتعمل في الصيف خلي بالك. فأنت معنى كده إن أنت لو تأهلنا كأس الأمم، وهو جت من عند ربنا، إحنا كنا ممكن تبقى في وعكة في تصفيات كأس الأمم اللي جاية، لولا إن عدد المنتخبات في نهائيات كأس الأمم زاد ل 24، ومن ثم زادت عدد المنتخبات اللي صاعدة من كل مجموعة، بدل بطل المجموعة بس من 12 مجموعة وأفضل 3 فرق بتحتل المركز الثالث عشان توصلهم ل 15 مع المنظم اللي هو الكاميرون و 16، بقى عندك 2 من كل مجموعة. فأنت بقيت مصر وتونس معانا النيجر وسوازيلاند فرقتين ممكن إن أنت تتجاوزهم فهتوصل، لكن أنت خسارتك من تونس في المباراة الأولى كانت ممكن تحطك في مأزق. إنك لازم تطلع أول مجموعة لو كنت عايز توصل. فدي كانت هتحطك دلوقتي في مأزق، لكن اتسهلت بإن هو بقى 24 فريق. لكن في المقابل انت ارتباطاتك مع المنتخب بس 5 مباريات رسميه في تصفيات كاس الامم، وغير المباريات الوديه ما بين 3 و4 مباريات، ادي بقوا 9 مثلا. وهتلعب في نهائيات كاس الامم لو وصلنا ان شاء الله باذن الله، لعبنا في كاس الامم هتلعب لك ما بين 5 و6 مباريات. يعني انت بتتكلم على ارتباطات منتخب فقط حوالي 15 16 مباراه، ده غير الحسبه اللي انا حسبتها المحليه اللي هم ال 40 مباراه محليه وال 16 مباراه افريقيه والسوبر. والاشكاليه ان لعيب المنتخب من لعيب الانديه اللي بتلعب في افريقيا. بالظبط. ما انت بتتكلم ايه؟ المشكله في عندك في ايه؟ اين المفارق؟ الصفوه. انت اللعيب الصفوه ده اللي هو في الاهلي والزمالك والاسماعيلي هو اللي بيلعب في افريقيا،
وهو اللي بيلعب في الدوري العدد الكامل المباريات، وهو اللي بيوصل للادوار متقدمه في الكاس، وهو اللي بيروح في افريقيا الادوار متقدمه، وهو اللي بيلعب مع المنتخب، وهو اللي هيروح كاس الامم، هو البطل اللي انت عايزه على المسرح طول الوقت. بالظبط. فانت يعني بتلاقي اللعيب، انا بالحسبه اللي حسبناها دي رفلي كده، هتلاقيك وصلت ل 75 مباراه. طب هل انت اللعيب بتاعك مهيئ انه يلعب 75 مباراه؟ مستحيل. يبقى اذا الحل ايه؟ انت قلت واحد من الحلول دلوقتي قدمناه من فتره، يا جماعه قللوا احنا الدوري بتاعنا في ظروفه يجي يقارن لك باوروبا. يا جماعه احنا مالناش دعوه باوروبا، احنا عندهم 20، يقول لك ده عندهم 20 نادي في الدوري الانجليزي وفي الدوري الايطالي، ده بيسافروا من القطر يلعبوا الماتش ويرجعوا. بالظبط. انت عندك، انت ما بين، انت عارف، انا شفت، انا حضرت مره مع انديه كبيره ازاي بيتعاملوا مع المباريات الكبيره. لعيب بيرجع ساعه ونص طياره من اقصى شرق اوروبا لاقصى غرب اوروبا، يكون واصل لبيتهم، باص مستنيه، يروح، مش بيروح، ده بيروح على بتاع التدليك ريكريشن، يقوم الصبح عنده تدريبه استشفاء بعد على الساعه 12 الظهر، هو لاعب المباراه بالليل، رجع كامل اللياقه البدنيه، عمل ريكفري كامل بالفتره اللي هي وهو راجع بعد الطياره. اكنه ماتش بيلعبه في الدوري بتاعه. طب انت بقى لما تيجي رايح مثلا هتلعب مع سان داونز في جنوب افريقيا، هتاخد فيها كام سفر وكم فيها اسبوع مثلا؟ ده انت ممكن تفضل ده غير ان اسبوع، ان خطوط الطول والعرض مش واحده. بالظبط. فانت بتاخد لك يومين ثلاثه تاقلم واجواء مختلفه. انت عندك ايه في اوروبا كلها؟ الجو هنا مثلا في الشتاء يبقى صفر، وهنا ناقص درجه اتنين، درجه ثلاثه، فرق درجتين. لكن انت هنا بتلاقي مثلا في عز الشتاء تروح مثلا في حته في نص افريقيا في النيجر ولا بتاع، بتلعب مباراه في درجه حراره 45، رطوبه عاليه وكده. فانت مالناش دعوه باوروبا. انا، انت قلت حل، احنا 14 نادي كان افضل فترات الكره المصريه ب 14 نادي، اعملهم ل 14 نادي ازاي؟ احنا 18، قول السنه الجايه دي هينزل مثلا خمسه ويطلع ثلاثه زي هو لازم كده، يبقى السنه الجايه 16، اللي بعدها ينزل خمسه برضه ويطلع ثلاثه، يبقى نزلنا 14. على مدى موسمين من 18 ل 16 هتظبط الكره المصريه زي الساعه. يبقى انت، يبقى دي من ضمن استعدادك ليه كاس العالم القادمة، انك بتلعب عدد محدود مباريات، وتتيح للمنتخب اكبر عدد من المباريات، وتضغط وتقلل عدد الفرق، وبقيت في سيزون طبيعي ريجولر، وتقوي المنافسة جدا من 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 اغسطس ليونيا، اللعيبه هتاخد الراحه بتاعتها عادي خالص. يبقى انت، طب احنا قلنا الحل ده هيعملوه، لازم اذا ما فكرتش في حلول غير تقليديه، طب هيجي منين التطور؟ ما هو الحلول موجوده. يعني انت دلوقتي عايز تفهمني ان هنرجع تاني، ولو ان المؤشرات بتقول كده، لان انا ما سمعتش لحد دلوقتي كل الجهاز الفني اللي طلع اتكلم طلع مستنكر الهجوم عليه، يعني حتى ما بيبررش. يعني في ناس ممكن تقول لك والله احنا نعتذر للجماهير، وكان ممكن يحصل احسن من كده، اكتشفنا ان احنا كان ممكن لكن ده استنكار. هو انت ليه اللي بيغلط ما يقولش انا اسف، انا فعلا غلطت في كذا وكذا وكذا؟ مش مطلوب منه حتى، يعني ده بيقول لك احنا اكتشفنا الاخطاء دي بس ما كناش نقدر نعمل حاجه. ازاي يعني؟ بص قمه العجز. انت اصلا يعني في مؤتمر صحفي، انت شوف، انا اتفرجت في مؤتمر صحفي، المؤتمر الصحفي كله انت عمال تقول ايه ده الشركه دي مصريه، انا مال انت جبت من السعوديه اللي هي كانت اقل منك؟ يعني ده اللي انا عايز اقوله. أنا كنت بقول قبل ماتش السعودية إن مصر لو ما تخسر من أورجواي وروسيا نتائج محتملة، كنا نطلب مفاجآت فيها. إذا ما حصلتش المفاجآت، لو حصلت المفاجآت يبقى امتياز، لو ما حصلتش، إنما المحك والتقييم، أنا بلعب مع السعودية تصنيفي الدولي يسبقها، عدد محترفيني في الخارج، كل الشواهد بتقول إن أنا المفروض أعمل ماتش اعلى، ممكن ما اكسبش نتيجه ان يبقى هو ظروف المباراه، لكن اعمل ماتش عالي يعني، انما اكتشف ان كل الارقام لصالح المنتخب السعودي. ايه اللي اتقال فيه؟ ايه اللي اتقال في الكلام اللي حضرتك بتقوله ده؟ ايه الكلام اللي اتقال ان احنا عمالين ننبح صوتنا فيه في اصل ما جابوش سيرتها؟ هم بيتكلموا ما جابوش سيره الماتش ده. الحلال مبين والحرام مبين، يعني انت كل ما الاخطاء واضحه. انت عارف يا دكتور طارق، انا اتفرجت على الكابتن اسامه نبيه
ما جابش سيره ماتش السعوديه، عمال بيقارن. احنا عملنا ماتش كويس قدام اورجواي، عملنا شوط كويس قدام روسيا يا سيدي، خلينا في الماتش اللي هو من كان بتتقيم عليه ان احنا عملنا ماتش كويس. هو رايه كده، هو ماشي. انا ضد هذا الكلام فنيا، فنيا قدام الاورجواي انت والخناقات دي، شايف انت بقى الاحداث دي هي دي بس اللي احنا شفناها مؤتمر صح. ايه بقى قلت مثلا ايه؟ احنا المفترض كنا الجهاز الفني يبقى انفولفد او يبقى مسؤول اكتر عن الماتشات الوديه، عشان هو اللي يعرف ان يتحط فيها ايه من مميزات فنيه تفيدني قدام الفرق اللي انا هلعب فيها. ان انا اما اجي انا اخطات في اختيار، ان انا ما اخترتش بعض اللعيبه كانت ممكن تديني بشكل افضل. على فكره حتى دي انا ما حاسبش الجهاز الفني عليه، رغم ان انا متضايق مثلا ان في لعيبه لا يمكن تجاهلها. حسين الشحات يا سيدي، حسام غالي وحسين الشحات ده بعد اللي وصل له ده ازاي يمكن تجاهله؟ وليد سليمان، وليد سليمان بخبراته يعني، انت عبد العزيز يعني لعيبه. ورغم هذا هنقول ايه؟ اصل هم حفظوا يعني 6 اشهر، مش قادرين تحفظوا واحد جديد؟ مش معقوله، خاصه ان في لعيبه انت واخدها انت عارف انك مش هتلعبها. طيب حفظوا ايه؟ هقول لك إن في حاجة، انا عملت مقارنه. هو لا، هما كلامهم كده يعني، معلش كابتن عدلي واستاذ ابراهيم، انا هقول لك على حاجه انا كتبت عنها حتى النهارده في 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 في, في تحليل اللي هو بتاع دور الثمانيه بتاع كاس العالم. انت معاك جهاز فني، من السمات المميزه جدا لاي جهاز فني انه بيتعامل مع المباراه طبقا للمنافس. بمعنى ايه؟ حتى انت في الدوري المحلي، ده انت في الدوري المحلي اي مدرب مع فرقه بيلعب كل مباراه لظروفها، بيدرسها كويس قوي. الاهلي ده عنده ايه؟ عنده نص ملعب في بيعمل باسنج جيم، فبيتحرك بسرعه، يبقى انا لازم استحوذ على نص الملعب، اضيق المساحات على فلان، ده سريع والاظرف احط له عمق. بتلعب على المنافس بتاعك طبعا. انا ما شفتش في حياتي فرقه كل اللي بيلعبهم انا بلعب بنفس الطريقه. يعني انا عندي كوبر من اول ما جه مصر، ماتش غينيا الاستوائيه شهر مارس 2015 هو لغايه ماتش السعوديه اخر مباراه في كاس العالم، 3 سنين و3 شهور بتلعب مع اي فرقه هي نفس الطريقه. هو طارق حامد والنني يطفش الكره من نص الملعب، علي جبر واحمد حجازي في قلب الدفاع يسقط معاهم دول، ممنوع على احمد فتحي وعلى عبد الشافي التقدم، ينزل تريزيجيه عشان يؤدي الواجب الدفاعي من اقصى اليسار، ينزل فتفقده هجوميه عبد الله السعيد. هي الطريقه، بتلعب السعوديه هي بتلعب اورجواي. شفت انت وانت بتلعب روسيا مثلا اختلف الامر عن لما بتلعب اورجواي عن لما بتلعب السعوديه؟ هو الطريقه التطفيشيه التشليتيه اللي بتشتت بيها من نص الملعب، اللي ما فيش فيها شق هجومي. اللي كانوا بيتكلموا على ماتش اورجواي، انت لعبت مباراه استيدي فيها، لعبت مباراه كانت فيه صلابه فيها واداء فيه روح قتاليه عاليه، انما هو انك ما خلقتش ولا فرص التهديف الحقيقيه، 0 ضربات ركنيه، 0 تسديد على المرمى، انت كنت يعني تقييمك ان كان ممكن اخرج ما اخسرش، تطلع متعادل بس ما كشفت، مش هتكسب برضه. انت عارف من سخريات القدر كاننا نعاقب يعني. الكره اللي جت فينا جون فاول لا معنى له، كره ميته، واقف وشه للاوت وضهره للملعب، اتطوع انا اروح مدد رجلي عامل فيه فاول. يعني انا نفسي الفاول ده يجيبوه عشان ندرس هو كان عبد الشافي بيفكر في ايه وهو بيعمل هذا الفاول. بالظبط. انت عارف ان انت لو وقفت بس كده دبدبت وراه هيروح فين؟ نرجع للي انا المقارنه اللي انا عقدتها. روبرتو مارتينيز، من هو روبرتو مارتينيز؟ المدير الفني لمنتخب بلجيكا. هو بيلعب بسيستم واحد، طريقه 3 4 3 زي طابع البوست كده معروفه واضحه، 3 4 3 معروف. حتى لما اصيب كامباني، فينسنت كامباني لعب مكانه بوياتا، نفس الاسلوب مع الداير مع فيرتونخن، 3 في خط الظهر، بيلعب على الاطراف، معروف توماس مونييه معروف في الشمال مين، يعني هي كراسكو هيلعب في الشمال ومين الثلاثه اللي تحت راس الحربه، يعني كل حاجه واضحه جدا. جه لقى نفسه في ماتش اليابان، ايوه متاخر 2-0، فريق قدامه عنده سرعات، تغلب على سرعات الثلاثه اللي ورا، ضرب الدفاع راح في خلال المباراه قلبها فجاه. انا عندي مثلا، انا كنت انتقدت جدا حتى قبل ما هو يلعب بالشكل ده قدام اليابان، ان عندك لعيب جوهره اسمها كيفن دي بروين. هو كيفن دي بروين ده زي عبد الله السعيد
في اللحظات اللي هو كان فيها في اوج تألقه يعني، يعني مش دلوقتي، ماليش دعوه بمستوى دلوقتي، لا في اللحظات اللي كان فيها مؤثر جدا مع المنتخب ومع هو ده كيفن دي بروين في منتخب بلجيكا. بتلعبه ارتكاز، يعني بتلعبه عنده ادوار دفاعيه مكبل بادوار دفاعيه شديده جدا، وعندك اثنين على الاطراف مش بسرعات اللي هم مونييه وكامباني، مش بالسرعات اللي هي المطلوبه لان هم يرتدوا مع الثلاثه اللي ورا. عمل ايه في ماتش اليابان نفسه؟ فجاه قال لك كيفن دي بروين مالكش ادوار دفاعيه، خش انطلق في الامام خلاص، راح منزل لك الاثنين اللعيبه الصراع جدا اللي هم ناصر الشاذلي و و و و واللعيب الطويل بتاع مانشستر يونايتد اسمه ايه؟ مروان فلايني، لاعب مروان فلايني، نزلهم فقفلوا بسرعات بتاعتهم من اجناب الملعب، ولعيبه طوال يقدروا يحصلوا على الكرات العاليه قدام اليمن. غيرت في استراتيجيه لعب لما لقيت ان هي مشيتك، انك رجعتك من 0-2 الى ريمونتادا 3-2 قدام اليابان، رحت عامل نفس التغييره ديت في المباراه الجايه بالظبط. مش بعد 3 سنين هم اللعيبه ال 11 لعيب اللي في الملعب بدون اي تغييرات، بدون اي تغيير في مراكز اللعيبه، بنفس المهام، بنفس المهام النمطي، بنفس التطفيش اللي بيعملوه، ده يخرج ده يخرج، عارف مين اللي هيخش، حتى الثلاثه اللي بينزلوا هم يعني ما فيش لا تغيير. وانت اشرت لنقطه مهمه، انت لا تتغير رغم اختلاف جذري ما بين المنافسين. يعني انت بتلعب ده قدام مفهوم هذا التحفظ وانت بتلعب الاوروجواي يا استاذ ابراهيم، بتبدا لكن انت خلاص انت بتودع. انا كشخص متواضع كتبتها وقلتها في برامج قبل ماتش روسيا، ما ينفعش تلعب قدام روسيا زي ما لعبت قدام الاورجواي، لازم تغير اسلوب اللعب لان هم بيعتمدوا على النواحي البدنيه في الحته الفلانيه بالظبط، بيهاجموا من العمق الهجومي بالظبط، فانت الحته ال 30 يارده ال 25 يارده دايره كده، حتى قلت لهم ارسموا دايره قدام منطقه الجزاء، هي دي منطقه الخطوره، جا منها ثلاث اجوال ومحدش غير اي شيء. الكارثه بقى ان انت تلعب بنفس السيستم بنفس الاشخاص بنفس الفكر قدام السعوديه، هو قدام السعوديه، قدام السعوديه اللي انت المفترض خلاص انا وصلت للماتش زيك اللي بيسموه المحك بالظبط، هو ده اللي هتقيم على اساسه. اللي فات كنا عايزين نعمل مفاجاه ما حصلتش، خلاص ما حدش هيقول لهم ما كسبتوش روسيا ليه، ها لكن خلاص انا داخل على السعوديه او مخسر مش هتعادل حتى، انت بتلعب بنفس الطريقه وانت متعادل 1-1 راجع لنص ملعبك، والحقيقه السعوديه ضيعت فرص كتيره كان ممكن تتقدم. ايوه ما ده يعني لانك بتلعب بنفس الطريقه، هي هزيمه بجداره يعني انت نفس المهام اللي على تريزيجيه هي انه راجع لاخر الملعب بيقطع 100 يارده رايح و100 يارده جاي، مش اي لعيب يقدر يتحمل انه يعمل المشاوير ديت ويتحمل. احنا شفنا مثلا لعيبه كتير لما كان عليها منهم كافاني استهلك ان انت تطلب منه انك بيرجع 50-60 يارده ويتقدم مع سواريز في هجمات منتخب اوروجواي، فقدوا منتخب اوروجواي ففقد ترس في مكنه مهم، المكنه كلها بطلت. طيب. المكنه كلها وقفت عطلت. دكتور الفوارق على المستوى الفردي والتكتيكي مفهوم ان هي كبيره، لكن حتى فيما يخص منتخبنا مقارنه ببقيه المنتخبات، احنا ليه مش في افضل حالاتنا بدنيا؟ يعني الحيويه مفقوده تماما. انت شوف انت بتتكلم على عبد الله السعيد بتقول بس مش عبد الله السعيد اللي هو ده ولا لعيب في حالته. فقدان هذه الحيويه، لا في حيويه لا في حماسه لا في معنويات جاهزه للبطوله زي كده ولا في حاجه خالص. ليه في كذا عنصر، منهم العنصر اللي قلناه ان انت لما تطلب من لاعب نفس المهام في كل المباريات فهو حفظ ان الناحيه الهجوميه دي مش علينا السنه دي، يعني عارف اللي انت ما عندكش كيمياء السنه دي، فانت عندك بس ايه عربي وانجليزي ما بتذاكرش كيمياء بقى فخلاص ما بتذاكرش دي مش علينا فانت مش عليك خالص ادوار، مش عليك الادوار دي، مش عليك ان منظومه هجوميه بتتحرك، لا انت عليك انك بترمي كوره لواحد ربنا حباك بيه اللي هو محمد صلاح. ولذلك كان يبدو التشتيت وكانه اسلوب لعب لان كان في سرعه بتعوض بالظبط، انت بتشتت بتلاقي واحد بيجري قدره فرديه يعمل لك منها خطوره، انت بترمي كره قدام فعندك قدره فرديه واحده هي ابهرت العالم لان هو في ليفربول عمل ابهار للعالم كله وربنا يكرمه كده
ويخرج من المغبه اللي احنا حطيناه فيها وحطوا اتحاد الكره فيها في فتره كاس العالم دي، ويرجع تاني يأدي بنفس المستوى في اوروبا. فما بقتش عندك استراتيجيات، دي نمره واحد. نمره اتنين، انك انت اللعيبه ديت اللي بتلعب وهو مع المنتخب بقى ذهنه مشتت في اعلان، أيوة، في تصوير لقناه، في انه ياخد 50 دولار مش عارف منين و100 دولار من هنا وبتاع. زيرو. خرجت الفرقه تماما. حتى في ناس كانوا بيتكلموا لك ايه يعني هتعمل ايه، هتسحب منه الموبايل؟ لا، هي الموضوع ما كانش فيه زمان موبايلات وبقى فيه موبايلات دلوقتي، لا، الموضوع التزام في المعسكر. انا بقولها كمثال، راح رونالدو زياره المعسكر فريق البرازيل قبل ما يخرجوا. رونالدو القديم، رونالدو ده سيس مش كريستيانو. راح رونالدو بيزور المعسكر، فهم مصورين الزياره. اولا هو راح ما قالش انا رايح، بس بحكم ثقة كلاعب وتاريخه اللاعب، دخل رونالدو على الفريق البرازيلي لقى ايه؟ اما تخش على المعسكر فجاه، احنا كنا ما تروح المعسكر تشوفه كده في الصور واللقطات تحس ان انت في مارينا طالع كده عايز تنزل البحر شويه وتستجم وتاخد شمس شويه وتاخد تان وبتاع. انا حسيت ان منتخب مصر رايحين كده يعني يصيفوا في روسيا، بس مع الفرق التصيف المره دي في روسيا. حس ان مفيش لا التزام ولا في معسكر محكم ولا في اجراءات اداريه صارمه. لا، كل اللي عايز يعمل حاجه بيعملها، عايز يعمل في اوضته يصور ويصور بالموبايل، يصور بكاميرا، وده ياخد من دوت وده بيزنس على ده. يعني كل ما اتكلم على النظام بيقول لك ما كانش حد يقدر يوصل له. طيب ادي طب انا عايز اسالك سؤال. هل انت الاهلي او الزمالك وانت كابتن عدلي واستاذ ابراهيم موجود؟ لا لا لا، يمكن يحصل ده. هل ممكن ان انت السفير عزمك قبل المباراه بيوم، وده سفير يعني ارض مصر، يعني السفاره دي ارض مصريه في نيجيريا، ارض مصريه في 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 كينيا، في اوغندا، هل ممكن انك تتخيل ان الاهلي عنده ماتش بكره يروح يتعزم عند السفير او عاشه بره او لعيبه هتقعد؟ هل ده ممكن تتخيله؟ ده نادي، لا طبعا، مش منتخب يحمل اسم 100 مليون. اهو ده كان بيحصل. ده انت ليله الماتش رايح معزوم عند رئيس دوله والعالم كان قبلها بيومين. يعني هي الفكره فين يا دكتور؟ انت اوجدت الفريق في مناخ فاقد لاي انضباط. بالظبط كده. عجبني كابتن احمد شوبير اشار لحاجه، انه طب مسؤوليه الكابتن اذا كانت المساله تستعصي على الاداري وعلى المجلس، اجواء اللعيبه في الداخل، فين دور الكابتن؟ اقول لك كابتن احمد حسن قال حاجه. قال لك ايه؟ هو انا لو انا كنت موجود كابتن، لانه قعد فتره كبيره تمام، كابتن منتخب مصر وفتره ذهبيه 2006 2008 2010 لما كنا خدنا كاس الامم، هو كابتن تيم في فتره ذهبيه ومعاه لعيبه كلها مميزه ومعروف عنها حته الالتزام. بص مثلا الناس بتصور وبتروح تشتري مش عارف ايه ورايح مع مين، كلام يخرجك تماما عن التركيز. فاحمد حسن قال لك لو انا موجود، انت هل تعتقد ان كان ممكن حد يصور في اوضته او حد يطلع عن التركيز او يسهر بره؟ الكابتن يصور اللعيبه ويبيع الفيديوهات. ده الكابتن اللي كان الواسطه. الواسطه هو اللي بياخد. طب انا بقى طالما ان جينا عشان احنا بنفكر بعض، ان الفكره كلها ما كانتش انك تؤدي مسؤوليتك اولا. يعني برضو من طلع كابتن احمد ناجي وطلع الكابتن اسامه نبيه، الاثنين من كلامهم يعني ان لعب عصام الحضري، لانه قدم لمصر الكثير. يعني كل مباراه اللعب كانت تكريميه، ظروف الماتش ما يسالش الحضري عن الهزيمه، انما فكره انك انت تتصور ان دي مباراه لتكريم الناس، هي دي بالظبط بالظبط مربط الفرس. انك انت حتى لو فلسفه المشاركه نفسها، انت خليت الموضوع يا جماعه بقى خلاص اللي نفسه في حاجه يعملها. ايوه. بص يا جماعه، يعني انت لقطتني في نقطه انا كاتبها، كانت النقطه الجايه. يعني قلنا ايه؟ احنا اتكلمنا في نقاط فنيه، حتى قلنا ان انت بتلعب مع كل الفرق شكل واحد، بتلعب مع سمنود زي ما بتلعب مع البرازيل. هي مع احترام يعني طبعا لسمنود ولا للمحله ولا لاي مدينه جميله في مصر، انت بتلعب مع ادنى فرقه زي اصعب فرقه. تيجي بقى حته انك انت بتختار لعيبه المنتخب. طول عمر كاس العالم ده مفيش حاجه اسمها تكريم. يعني مفيش حاجه اسمها ان انا واخد فلان ده عمل معايا مشاوير كتيره او قطع بقى ده لعب كل التصفيات، مفيش حاجه اسمها كده.
اللي موجود دلوقتي احسن 23 واحد هم اللي يروحوا. مفيش حاجه اسمها مهما كان يعني. انا شفت ناس في وقت من الاوقات يقول لك ايه ما نجيب ابو تريكه بقى نكرمه راخر. ما ابو تريكه ده عمل تاريخ مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر. نجيب ابو تريكه نكرمه ونجيب عماد متعب عشان نكرمه. طب وشيكابالا ليه ما دس النجيله يتكرم؟ مثلا يعني مفيش حاجه اسمها تكريم يعني. يعني شيكابالا مع احترامي ليه اللي ما جاش وهو ابهر الكره المصريه في فتره لما كان عنده 25 26 سنه من موسم 2009 2010 2010 2011 وكان منتخب مصر في كاس الامم ما كانش بيلعب. جاي فاكره الوقت شيكابالا لما بقى عنده 33 سنه يعني. يعني هو برضو دي حاجه تجن يعني. ما بتجيبش لعيب النص الاول من السيزون وهو هداف الدوري المصري اللي هو حسين الشحات وهو احسن لاعب يعني. انا في ديسمبر قلت لغايه اللحظه دي احسن لاعب بلا منازع هو حسين الشحات ده النص في الدوري الأول. المصري النص الاول. النص الثاني في العين احسن لاعب في الامارات افضل من اللعيبه المؤثره جدا في سواء على المستوى المحلي في الامارات او في الدوري الاسيوي يعني. لازم كان يكون يحل لك مشاكل. ده اللعيب الوحيد الجوكر اللي لو عايزه باك يمين ماشي، لو عايزه نص ملعب يمين ماشي، لو عايزه ارتكاز هيلعب، لو عايزه تحت راس الحربه ماشي، لو عايزه في اي حته في المحاور الملعب يمين في العمود الفقري الملعب في الشمال هيأدي لك في كل الاماكن دي. 7-8 اماكن في الملعب هيعملهم لك. ازاي ده ما يكونش حتى موجود في التشكيله؟ مش مهم في الاساسيين في ال 23 لاعب ما تاخدوش. مش موجود. عواد احسن حارس مرمى في مصر انا من وجهه نظري بلا منازع. لازم يكون من الثلاثه يعني، يكون في الثلاثه. الموسم اللي انت اخترت منه هو احسن حارس. يكون في الثلاثه. ممكن تقول بقى ما عندوش خبره يعني يكتسب خبره او يعني كنت تديله مباراه. اهو ده اللي ممكن تتحمله عشان ياخد خبره. بالظبط بالظبط. لكن انت تنازلت عن كل ده، بقت في ايه حته التكريم. ده لعب معاك التصفيات كلها. هي فكره التكريم يا دكتور انا باصص لها من زاويه ايه؟ ان مجرد احساس الفريق لانك انت مهدت لها. الشناوي يشعر بشد في الخلفيه، الشناوي مش عارف ايه الشناوي واخد بالك. فانت عملت تبرر لنفسك. انت مهدت خلاص انك عايز تجامل. فالناس هيتصدر لها ازاي جديه المباراه؟ انا مت يعني من الضحك وانا بسال على اصابه الشناوي وهم عايزين يدوروا على مبرر انه مش هيلعب. انه حاضر يلعب. فحد قال لي عنده شد في الخلفيه. طيب في اول يوم. حد تاني قال لي ده في الضمه. عارف هو بيدور على اي حل. ايوه ايوه. ممكن الفتحه والكسره. فقلت لهم كده مش هيلعب خالص. واخد بالك انت بتدور على اي مبرر عشان تقول الراجل ده مش جاي. فانا هلعب الحظ. بصرف النظر هي فكره. وارجع تاني اقول برضه عشان لا نتجنى على كابتن عصام، لم يكن مسؤولا، بالعكس صد لك ضربه جزاء. فهو لم يكن مسؤولا عن الهزيمه، ولكن فكره اشراكه من فكرة اجل المجامله من اجل أي نوع. التكريم افقدت المباراه جديتها وجدواها. مش ده كاس عالم؟ هضرب لك مثالين بالدنيا كلها. على فكره عايزين نتكلم على كاس العالم. ما انا هضرب لك مثال. هنتكلم على كاس مصر لغايه دلوقتي. عندنا 10 دقائق. تمام. هقول لك دي سريعا. في عام 1982 منتخب ايطاليا، انزو بيروزوت كان مدير فني مخضرم جدا للمنتخب الايطالي، قال لك انا هاخد باولو روسي. باولو روسي كان جاي منين؟ من السجن. سجن في القضبان. يهديك يرضيك. ايه ده؟ قال لك ما حدش له دعوه. انا هكرم واحد جاي من السجن؟ لا، انا عندي بعد نظر ان اللاعب ده هيديني في اوقات معينه. وهيديني افضل لاعب في المونديال. في المونديال اول ثلاث مباريات ما عملش حاجه خالص. بس انا عندي الثقه انه امتى هيرجع. بصينا لقيناه فجاه في الدور الثاني قدام الارجنتين وقدام البرازيل جايب ثلاث جوال هنا وصانع جولين هنا، وبعدين في الدور قبل النهائي جايب جولين، وبعدين في النهائي جايب جول. خد كاس العالم، احسن لاعب في البطوله، هداف البطوله. النموذج الثاني روجي ميلا مع منتخب الكاميرون سنه 90 اللي احنا لعبنا فيه نفس الشيء. الوزير بقى ده وزير قال لك لا لازم يتاخد الجهاز الفني قعده. طب ياخده؟ ما فيش حاجه اسمها تكريم. قال لك لا احنا ما نكرمش روجي ميلا عشان نجيبه وهو عنده 40 سنه. على فكره روجي ميلا كان كسن كان عنده 38 سنه في البطوله دي، بس هو متسنن. لكن هو كان سنه في 90 40 سنه، هو مواليد 50 بس متسجل انه مواليد 52. ده من خلال اللي انا قعدت معاه يعني عملت معاه حوار. ولعب 94 على فكره، هو عنده بعد كده 44 سنه. فروجي ميلا يقولوا له لا ده ما هنكرم لعيب. لا انا واخد لعيب انا هستخدمه. راح روجي ميلا اول مباراه كده راح لاعب 13 دقيقه، تاني مباراه راح لاعب نص ساعه جاب فيها جولين،
ثالث مباراه راح لاعب حوالي 25 دقيقه جاب جولين، جاب اربع اهداف في بطوله وهو عنده 40 سنه، يعني رايح رأسه البطوله، هو بيتكرم في البطوله زي باولو روسي. ارجع بقى لمنتخبنا، انا ما كانش فيه حاجه اسمها تكريم، انا عندي مين الافضل في الوقت الحالي، وما فيش حاجه اسمها الحرس اللي انا استخدمته ثلاث سنين فهو اللي يبقى معايا رجالتي، ان انا معناها رجالتي انني هو في اسوء حالاته هيلعب، طارق حامد هو في اسوء حالاته هيلعب، حجازي هو في اسوء حالاته هيلعب، علي جبر هو في أسوأ. يا دكتور طارق اللي كل ما ياخدوه يقول لك بتجيبه ليه؟ يعني انت واخده وانت تعلم انه لن يطأ ارض الملعب هو ولا عمر جاب، الا اذا حصل اصابه. انت تاخد ثلاثه في باك يمين، احمد فتحي هو اللي الباك اليمين هيلعب، ومن قبل البطوله قلت لهم يا جماعه اتحداكم لا المحمدي ولا عمر جابر ولا شيكابالا ولا الونش ولا شويه لعيبه كده مش هتلعب اصلا عماله زايده. لو لعبنا عماله زايده، طب انت ليه ما تاخدش اللعيبه على الاقل؟ انت دلوقتي داخل على مرحله تانية، كان في شويه لعيبه عشان نلخص دي بس، اختيارات اللعيبه، عدم تغيير الطريقه، المجاملات، الاداره عدم الفاسده، عدم نقل جدوى وجديه المباراه الوحيده اللي هنتقيم عليها اساسها، لان انت لو غلبت في المباراه دي كنا نسينا، كان السعوديه هيراجعه بثلاثه بط، يعني حطيتها في حته تانية. طب لو تعادلت جبت بونت، انما انت قبل بنما اللي احتفلت عشان جابت جول. اقول لك الخلاصه، انا بس عايز بقى اسالك سؤال، ما احنا مش هنصلح حاجه، احنا في الاخر هنقول كلام هيقول لك للناس اللي عماله تهاجمنا دي، فمش عايزين نهاجم ولا نعمل، خلاص وكل الناس عارفه، واذا لم يكن هناك اراده عشان نصلح ما بنقولش كل، اذا بقول لك اذا فكرنا بنفس الطريقه هنوصل نفس النتائج، فما علينا بقى امر الله. لكن عايز اقول لك دلوقتي، هذه البطوله كانت عنوانا لسقوط فكره القوى الكبرى، كانت عنوانا لسقوط تأثير النجم الأوحد أو المهارة الفردية لا وحدها لا تكفي، وأصبحت القوة والسرعة هي الأساس. الكلام ده صح ولا غلط؟ كلام صح جدا. ده أنت قلت حاجتين أنا ذكرتهم خلال البطولة حتى في مقالاتي وكتبت عنهم. ظاهرة النجم الأوحد نقلب الاتحاد الدولي كان عامل فيتشر كده للفيفا، قال لك خمس فرق النجم الأوحد، الأرجنتين ونجمها الأوحد ليونيل ميسي، أو الأهم البرتغال ونجمها الأوحد كريستيانو رونالدو، وإحنا على فكرة فيهم طبعا ونجمنا الأوحد محمد صلاح استحنا نقوله وكان موجود بولندا روبر ليفاندوفسكي النجم الأوحد، والدنمارك كريستيان إريكسن، أدي الخمس منتخبات كلهم خرجوا من بدري، يعني يمكن اللي عمر فيهم شوية من دول المنتخب الدنماركي اللي هو فضل شوية لغاية دور 16، لكن كل المنتخبات خرجت كلها. بولندا من الدور الأول، الأرجنتين خرجت بشكل سيء، عندك فريق ما عندكش، والبرتغال خرجت من 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 دور 16. طب يعني ليه يا دكتور؟ ليه؟ ليه؟ لأن كرة القدم انتهت، ظاهرة آخر ظاهرة دايما بقولها للنجم الأوحد مارادونا 86، بعد مارادونا 86 أي فريق هيعتمد على نجم أوحد لن ينجح، انتهت. لازم يكون عندك قوام فريق، النجم الأوحد ده ممكن ينصهر في بوتقة الفريق الكامل ده يديك نتاج كويس، اما انك انت تعتمد كده على واحد بس هترمي له الكوره هيجيب لك جول ولا هو اللي عنده المهارات الساحر، انتهت. فانت قلت ظاهره اولى في كاس العالم، ان حتى الاتحاد الدولي اما عمل فيتشر عن خمس منتخبات، المنتخبات الخمسه سقطت من البدايه. نمره اتنين، ان القوى الكبرى اللي او التقليديه على الاسماء برضو ما عادش ليها وجود. انت داخل كاس العالم ده بتقول ان اربع منتخبات صف اول هي اللي هتنافس على اللقب، اللي هي المانيا خرجت من الدور الاول، اسبانيا خرجت من دور ال 16، واسبانيا طبعا خارجه مع سبق الاصرار والترصد، كانت ممكن تخرج من المغرب، مدير فني بتاعهم لوبيتيجي من قبل البطوله ب 48 ساعه، قبل بالزبط. البطوله ب 48 ساعه لازم تتوقع انهيار فريق. نقول المانيا واسبانيا والبرازيل وفرنسا، لم يعد متبقيا منهم من اللي هم كانوا مرشحين قبل البطولة إلا فرنسا، وحتى فرنسا ما كانتش مقنعة في الدور الأول، وبدأت دخول دور الإقناع من دور ال 16 لما فازوا على الأرجنتين. ثم دور الثمانية لما فازوا في مباراتهم الأخيرة على أوروغواي، يعني هم ما ظهروش إلا في النوك أوت ستيج يعني. فخلاص انهارت إمبراطوريات اللي هي الفرق العملاقة، أصبح دلوقتي مين اللي بيأدي؟ الفرق اللي عندها فرقة جماعية، بلجيكا فرقة جماعية، تقدر تقول إن بلجيكا بتاعت لوكاكو، تقدر تقول بلجيكا بتاعت دي بروين،
تقدر تقول ان 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 فرنسا بتاعت مبابي لا فرقه جماعيه بس عندها نجوم بينصروا يعملوا الفارق امكانياتهم بقى. يعملوا الفارق وسط فريق. عندك بلجيكا اقول لوكاكو اقول هازار اقول دي بروين اقول كامباني اقول كاراسكو اقول مروان فليني. عندك انا بقول خمس ست لعيبه كلهم مؤثرين جدا معاهم طبعا تييري هنري النجم الكبير النجم فرنسا الكبير اللي هو موجود في الجهاز الفني مع روبرتو مارتينيز. الحقيقه عاملين منظومه اكتر من كرواتيا رائعة. كرواتيا صور كرواتيا درجة ان انا عايز بقى كرواتيا تاخد كاس العالم ليه؟ لان ما احنا عايزين نشوف بطل جديد يا بلجيكا كرواتيا دول يعني في اربعه انجلترا خدت مره في بطل جديد بلجيكا انجلترا خدت مره فرنسا خدت مره ولا اتنين بالظبط مره بس مره ده مره وده مره والاثنين التانيين ما خدوش خالص يعني شوف بقى ادي الاربع فرق لحد منهم هياخد كاس العالم. الظاهره كمان الاكبر ان انت لو تستعرض كاس العالم من سنه 30 لغايه كاس العالم الاخير 2014 كان دائما واحد من ثلاث منتخبات عملاقه المانيا والبرازيل والارجنتين لازم يكون واحد من الثلاثه دول موجود في الاربعه الكبار واحد على الاقل. ولغايه البطوله اللي خدتها اسبانيا لما لعبت هولندا في النهائي اللي هي بطوله 2010 كان لازم النهائي في واحد من الاربعه الكبار لازم نهائي يكون فيه يا برازيل يا ارجنتين يا المانيا يا ايطاليا يا ايطاليا يعني شوف الاربعه لازم حد من الاربعه دول موجود في النهائي. زائد ان اول مره غياب كامل امريكا اللاتينيه من الاربعه خلاص الاربعه بقى اوروبيين يعني عايز اقول لك ايه دايما كان الثلاث فرق دول المنتخبات الكبيره دي اللي هي الارجنتين والبرازيل والمانيا لازم واحد منهم موجود في المربع الذهبي لاول مره دول مش موجودين. شوف كم ظاهره قربنا خلص توقعاتك لل لا هاري كين هيكسر الست جوان هاري كين هيجيب تاني في المباراتين المقدمه طبعا كل فرقه من الاربعه ده لو كسب لا كسب كرواتيا لا اصل انت هتلعب ثلاث ورابع ما هو في كل فرقه في مبارتين. عندها مبارتين فهو هيهدف تاني يعني هيزود شويه طب على الاخطبوط بقى النتيجه ايه بلجيكا انا اعتقد مع فرنسا انا من وجهه نظري انا بتكلم تكتيكيا في الملعب لو بلجيكا لعبت بالاسلوب اللي لعبت بيه ال 20 دقيقه بتاع الاخيره بتاعت ماتش اليابان والماتش اللي فات دوت قدام البرازيل هيكسبوا فرنسا وهيكسبوا كمان النهائي ايا كان الطرف الثاني انجلترا كرواتيا انجلترا كرواتيا انا برجح شويه كفه انجلترا لان انجلترا بتظهر لعبت بنسخه لعبت كبير قوي يعني انجلترا وكرواتيا النهائي وبلجيكا انجلترا وبلجيكا النهائي انا بتكلم على انجلترا بشكل خاص بتلعب بطريقه غريبه جدا اللي هي ثلاثه في خط الظهر واحد ارتكاز واربعه تحت راس الحربه واثنين رؤوس حربه يعني اللي هي 3 1 4 2 طريقه ما فيش حد بيلعب بيها في 3 4 3 يعني دول لغوا السويد الشوط الثاني ما فيش سويد في الملعب انا بتكلم على انجلترا بتلعب ايه عارف التاجر الشاطر اللي هو يخش في تجاره هتكسبه دلوقتي اكبر مكسب هما بيخشوا زي التاجر الشاطر انا عندي المباراه ديت عايز منها ايه اذا بلجيكا وانجلترا من وجهه نظرك هيكونوا في نسجل هذا الكلام على الدكتور طارق مش فرنسا وكرواتيا مش فرنسا وكرواتيا اي حد خلاص الاربع فرق عندهم حظوظ يعني الحقيقه يعني اللي هيوفق انما الاربع فرق محترمه جدا جدا وهم الاقدر فعلا على ضوء مستويات الاداء احنا يعني نشكرك بس مش انا اللي بقفل انا على طول انا ببتدي سعدنا بيك يا دكتور سعدنا بيك وان شاء الله مع نهايه كاس العالم يبقى لنا قعده تانية ان شاء الله باذن الله ونتمنى كده اننا نستفيد اول كلمه انت سالتها لي يا استاذ ابراهيم ان انت نستفيد ازاي من كاس العالم هو ده اهم شيء صحيح في الجمهور وفي المواعيد وفي الانضباط وفي كل حاجه هو دي هو دي, دي يعني دي ثمره الاحداث الكبيره وفي لو ما عرفتش تاخد منها وفي المسؤوليه وازاي جهز نفسي مجرد زياره للمسؤوليه نفسيا مظبوط هي كانت مجرد زياره لكن احنا نتمنى ان بعد الزياره دي بقى نشوف حاجه جديده يعني تاهل المنتخب المصري لزياره كاس العالم زياره كده ودف خفيف خفيف كده على السلامه شكرا لحضراتكم دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في التاسعة مساء الخميس القادم إن شاء الله تصبحوا على خير.